يلا بينا على الراديو 90 90. موجودة معاكم رضوى حسن وزميلتي رغدة الشيمي بتعتذر عن حلقة النهاردة، إن شاء الله تكون موجودة معانا يوم السبت الجاي. بنتكلم عن تطبيق كار فيزيتا اللي هدفه إنه يقدم لنا صيانة لعربياتنا وإحنا موجودين في مكاننا، بيوفر لنا طبعا وقت كبير وجهد كبير، بدل ما تحتاج إنك تودي عربيتك الصيانة وتستنى بقى وتضيع وقت أو تاخد أجازة من شغلك. الحقيقة إنه من خلال الأبليكيشن تقدر بكل سهولة تطلب إن يجيلك فني لحد مكانك ويعمل لك صيانة للعربية أو كشف على العربية، فيعني الموضوع بيتم بكل سهولة. معانا على التليفون رامي شرارة، شريك مؤسس في كار فيزيتا، علشان نعرف منه أكتر عن بقى إيه المشروع والصعوبات اللي ممكن تكون قابلتهم في تأسيس المشروع، وكمان عن الأدوار ما بين فريق العمل، لأنه يعني يمكن كنا قبل الفاصل معانا المهندس جمال بدر مؤسس التطبيق. فكرة إن فريق العمل يبقوا بيشاركوا مع بعض ولكن كل حد فيهم ليه بقى دور معين في المشروع، ده اللي هنعرفه من استاذ رامي شرارة اللي منورنا على التليفون دلوقتي. استاذ رامي مساء الخير. مساء الخير يا حضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك، الله يخليك. يعني كنا بنكلم باشمهندس جمال قبل الفاصل وطبعا دلوقتي حضرتك منورنا، فخلينا بقى نسالك السؤال اللي هو يتعلق بانه انتوا كفريق عمل يعني مقسمين الادوار بينكم ازاي في كار فيزيتا؟ والله هي يعني في الاول حاجه طبعا انت تقوم تعملي اول مشروع بالنسبه لاي تجربه جديده، يبقى لسه الشراكه نفسها ما تبقاش باينه في الاول. يعني في الاخر احنا كنا اثنين كل واحد عنده الافكار مع بعضنا بنحطها، فكنا ماشيين في كل الاتجاه مع بعض، يعني من اول التطبيق، الافكار، ازاي السيستم هيمشي وبتاع. فكان هنا واحنا بنشتغل كل واحد ليه قوه في حته وضعف في حته، فخلينا الشخص القوي في هذا المكان ونخليه يكمل فيه، والشخص القوي في حته ثانيه خليه يكمل فيه. يمكن قسمنا الادوار بطرق لطيفه جدا. احنا اول حاجه السيستم مثلا الخاص بالديفلوبمنت بتاع الابلكيشن، ازاي نعمل التطوير والتطبيق والكلام ده كله. طب واحنا ماشيين فيه مشاكل كتير تظهر معانا، وكل شويه بيحصل تعديلات على الفكره، او احنا زي ما كان جمال كان بيقول من شويه على ان احنا لما بنبقى شغالين على الورق بنحط سايكل معينه على ورق، لما يجي فعلا ننفذها بنكتشف ان في لا تغيير، في تعديل، في تحسين. فالجزء ده ميليا شايف ان جمال بيديره بطريقه كويسه جدا، وده احسن حاجه في القصه ان هو راجل كمان مهندس، فقادر يخش على التكنيكال ليفل بتاعه السيستم نفسه ويعدل ازاي ويقترح اقتراحات مختلفه كمان للتعديل. اللي هو الجزء الاي تي يعني. الجزء الاي تي طبعا ده جزء مهم جدا، ان هو اصلا ان احنا اوريدي السيستم نفسه مبني على فكره اي تي كلها، يعني كلها موبايل ابلكيشنز بالبيمنت، فكل حاجه هي عباره عن اي تي، يعني اساسا اي تي يعني. الحاجه الثانيه برضه نفس الكلام الاوبريشن بعد كده، اللي هي ازاي العربيه بتروح، العميل اللي عنده بشكله عامل ازاي، يفهم مشاكل الكاستمر، لو في تعديلات لو في تحسينات برضه انا مش سايبها 100% لجمال، برضه مع متابعات بسيطه من ناحيتي يعني، بس جمال هو يعتبر اللي بيليد القصه دي كويس جدا. نفس الجزء بتاع التسعير كمان، زي ما كان لسه بيتكلم على الجزء بتاع التسعير النهارده، انا هسعر الخدمه بتاعتي ازاي؟ فمبدئيا احنا جبنا شويه اسعار كده من السوق ومن الوكالات وبتاع، وحاولنا ما يبقاش احنا اسعارنا عاليه قوي زي ما حضرتك قلتي، عشان خاطر العميل يبقى هو حاسس هو خد خدمه لحد تحت باب بيته او تحت مكتبه او عند النادي او تفر هو فين، بس في الاخر ما دفعش فلوس كتير مقابل هذه الخدمه. فبالتالي كان عندنا برضو دور التسعير، حتى لما بنعمل ديسكاونت او بنعمل خصومات معينه برضو بنرجع دايما لجمال في الحته ديت، فده اكبر جزء كبير يعني جدا. انا بالنسبه لي يمكن انا اخد الدور الاداري اكتر منه، يعني هتلاقيني ماسك انا الجزء بتاع التعاقدات مثلا مع الشركات، فراجع العقود مثلا اللي موجوده مع الشركات. النهارده احنا بدانا كنا شغالين بي تو بي او بي تو سي، بعد كده دخلنا بي تو بي يعني للعملاء الاول، لو اند يوزر زي حضرتك للعملاء العاديين اللي زينا كده، وبعد كده بداتوا تتوجهوا وبعد كده بدانا نتوجه اكتر الى ان احنا نعمل تعاقدات مع العملاء برضه، يعني الخدمتين بشكل متوازي مع موظفين الشركات. يعني هي الفكره ان احنا نعمل صيانه للموظفين بحيث نعمل اويرنس شويه وحاله من ان احنا ننتشر شويه، الناس تبقى عارفه كارت فيزيتا، فده نتجه على الشركات. ويمكن كمان الفكره كانت ان احنا اوريدي الشركات اوريدي حاولوا تتواصل معانا عن طريق الفيسبوك، بدانا نخش في الجزء دوت. فانا ماسك مثلا الجزء بتاع التعاقدات، الشركه ايه المطلوب فيها، الورق الليجال تيرمز اللي موجوده وهكذا. في الجزء طبعا التاني مثلا بتاع التسويق، وده اكبر جزء كبير جدا في الشركه برضو، ده برضو بالشراكه مع جمال، بس الجزء ده بنقول فيه ان ده يعني ممكن فيه كتير قوي. من الاول بقى الفيسبوك بيج اللي احنا بنعملها، والانستجرام اللي هنعمله، وازاي نحط البوستات ونتابعها، وحتى من اول لوجو ديزاين وكان ده كله. فالحاجات دي كلها تلاقيني برضو انا داخل فيها بتابع فيها الى حد ما
التسويق الدنيا ماشيه ازاي، الديجيتال تفاصيل ماركت طبعا ده طبعا ده قصه تفاصيل اوبريشن عنيفه مش عايز اقول لك عنيفه طبعًا. يعني حتى احنا بدانا كمان الاول بالديجيتال وبعد كده دلوقتي اليومين دول بدانا نفكر لا كمان عايزين نعمل اوت دور كامبينز او ان احنا نعمل كورسوز معينه او فلايرز انا اخش برده عليها عمليه الديزاين بتاعتها عامله ازاي، دي برده انا ماسكها شويه لحد ما. تيجي بقى بتاعه تقرير الاداء بقى، يعني احنا عملنا ايه الفتره اللي فاتت، يعني اللي هو هتلاقيه مثلا زي سيستم المحاسبه يعني دايما كله زي ما بيقولوا كل حاجه دايما ده الباك بون بتاع الفلوس اللي احنا صرفنا كام اهم حاجه ودخل كام، فهتلاقي برضو دايما انا باخد الحته اللي يعني ما بيحصلش تعارض، ده اللي انا اقصده يا رامي، ما بيحصلش تعارض بينكم في فكره انه مين هيعمل ايه او مين هيدير او انا المدير وانا نائب المدير، القصص اللي احنا يعني ممكن نشوفها دي احيانا. لا احنا اعتقد دي تبقى مرحله نفسيه، لكن احنا النهارده في الاخر مين مدير، احنا كلنا مديرين وكلنا شركه وكلنا اصحاب المكان يعني، فهي الفكره هي ان كل واحد بيبقى ليه دور معين بيبقى افكتيف يشتغل عليه، فدي ما اعتقدش ان احنا اوريدي اصلا واجهناها خالص من دي وان اصلا، واحنا طول عمرنا ما خلاص مع بعض احنا وان تيم، احنا وان بيرسون يعتبر مش شخصين بس دايما بنوجه بقى الدنيا بطرق مختلفه. فده اعتقد كانت مهمه جدا. باي ذا واي الشبكه نفسها اساسا مهتمه على او مبنيه على حاجات كتير جدا، اول حاجه لازم يكون في شويه تفاهم طبعا في ثقه بين الشخصين اللي بيشتغلوا مع بعض، ولحد ما انا عارف ان لو خد قرار جمال او انا خدت قرار احنا القرار ده هيبقى لو انا خدت لوحدي كان هو لصالح المشروع هيتم التنين عليه، يعني مش هيكون حاجه يعني مختلفه تماما عن الفكره، فدي مهمه جدا في الشراكه اصلا يعني. طبعا اكيد. طيب بما انك بقى بتتعامل مع الجزء اللي ليه علاقه بالتواصل وكده، لو حد بيسمعنا وعايز يتعاون مع كور فيزيتا سواء مثلا شركه او شخص فني مثلا عايز ينضم لكم او عميل عايز حتى يتواصل معاكم يعني قبل ما ينزل التطبيق، فالمفروض انه طرق التواصل بتكون عباره عن ايه؟ احنا اكثر من طريق التواصل طبعا، احنا التواصل اول حاجه عن طريق في عندنا واتساب نمبر موجود على كل الصفحه بتاعتنا على اليو ار ال عند الويب سايت برضو تمام، على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام، فطبعا ده اسهل طريقه ان حد يوصلنا اما عن طريق رسائل، في كتير جدا بيجي لنا رسائل عن طريق الفيسبوك، حتى الشباب اللي هم الفنيين عايزين يشتغلوا بيجي لنا منهم رسائل عن طريق الفيسبوك، وحتى الشركات اللي عايزه تتعاقد معانا سواء شركات مثلا بتبيع قطع طيار او شركات انا اقول ممكن هي تكون مثلا متعاونه، يعني مثلا خدمه احنا مش بننفذها فهم ممكن اليوم هم عندهم الخدمه دي فقلت طب نشتغل ازاي مع بعض، يعني فهي دي نقطه مهمه جدا يعني كده ريادة الاعمال هدفها يعني انه يبقى في خلق فرص عمل وتعاون لينا كلنا دي حاجه هايله بصراحه بنشوفها، حتى شركات التسويق كمان بنوصل لشركات التسويق مثلا والله عندهم ايفنت معين او برضه فكره معينه زي ما احنا بنتكلم عليها وهم مثلا عايزين يطوروا او يساعدوا جروب معين، فطب يا جماعه تعالوا معانا وعندوا فكرتكم معانا، فبالتالي بنلاقي التواصل باي ذا واي عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا بقى سريع جدا، اي حد ممكن يكلم حد يبعت له مسج يقراها يشوفها ياخد اكشن، وباي ذا واي حتى كمان متابعه العملاء احنا مخلين متابعه العملاء والردود عليهم بنفسنا احنا، يعني احنا مش مخلين شركه هي اللي بتعمل الرد، احنا نفسنا اللي بنخش نرد على العميل، لان ساعات بيكون اسئله فنيه، ساعات بيكون اسئله خاصه بتسعير، يعني والله غيرت لي فيه بكام؟ الراجل عايز ياخد سعر، فهي حتى مش عارفين شركه بترد له هي الردود الدبلوماسيه ان شاء الله هنجي لك يا فندم، يعني لا احنا بنرد ردود الى حد ما ردود طبيعيه يعني كان شخص عادي بيرد عليا، لان احنا فعلا شخص عادي احنا فعلا بنرد على الرسائل كلها اللي موجوده، فبالتالي بنشوف الاوبورتيونيتيز وبنشوف الناس الفنيين وبنشوف الشركات اللي عايزه تتعاقد معانا، وده اعتقد باب مفتوح لكل الناس ان هم يقدروا يوصلوا لكور فيزيتا بسهوله يعني. واحنا طبعا صفحه كور فيزيتا موجوده على صفحتنا على الفيسبوك صفحه الراديو 9090، اي حد حابب انه يتعاون معاكم تقدروا جدا انكم تدخلوا على الصفحه وتشوفوها يعني. طيب بمناسبه الفنيين بقى اللي ممكن يكون حد فيهم بيسمعنا وحابب انه ينضم لكور فيزيتا يا رامي، بيكون في شروط معينه بتحتاجوا مؤهلات معينه سواء لو فني او مهندس ميكانيكا سيارات؟ والله طبعا بنحتاج، يعني احنا حتى في بدايه المشروع احنا كنا بدانا ندور على الفنيين منين، فكان في اكتر من جهه مهنيه عندها فنيين، فحتى بدانا نتواصل معاهم عشان نجيب منهم ناس، و يعني الشروط يعني البيزكس، يعني احنا مش بنطلب حاجه صعبه لان احنا عندنا برضه ما بنعملش الصيانات الصعبه، رجعت برضه العربيات نفسها الموديلات بتاعتها كتيره ايوه، ومش كل الفنيين فاهمين في كل الموديلات، بس في الاساسيات زي تبديل زيت وفرامل وتيل، في حاجات بتبقى اساسيه، وحتى بعض الناس لما تيجي مش عندها المعلومه او الفكره المعينه عندنا الاوبريشن مانجر برضو معانا هيخش معانا على الكول، هو
يبقى مسؤول برضه على ان يتاكد ان الفني بيعمل حاجه بطريقه صحيحه اسبير السبيكس اللي موجوده في العربيه دي. يعني العربيه دي بتتعمل بطريقه معينه فلازم يمشي على نفس السبيكس لحد ما يوصل لطريقه معينه. احنا بنحاول في مرحله معينه يمكن احنا برضه عندنا فيجن يعني عشان فكره الموضوع مش منتهي عندنا على موضوع بس صيانه عربيه عند المكان، لا احنا الفيجن نفسها والبيزنس بلان اتعملت في المشروع ده كانت ده البدايه. كان عندنا الاكسبانشن بتاعتها للمستقبل ان احنا ممكن مثلا ناخد ونبقى وكاله معتمده مثلا لاي وكاله في مصر، يبقى احنا الاساس بنعمل صيانه عندهم، او ان احنا بنكبر بره مصر نفسها في دول الخليج او حاجه. فبالتالي احنا كان عندنا بيزنس بلان ان احنا عشان كده قاعدين نمشي دايما من دي 1 على سبيكس معينه وكواليتي معينه وشكل معين بنمشي عليه، مش بس صيانه بس. طبعا اي حد فني يقدر يخش يقدم معانا، بنتعمل دي انترفيو سريع بنشوف هو شغال فين وعنده سبيكس عامله ازاي وبتاع. وشرفنا طبعا مع الاكسبانشن بلان، احنا محتاجين ناس كتير اصلا الفتره الجايه. طيب هايل، يعني دي فرصه هايله لكل اللي بيسمعونا. لو حد فني متخصص في ميكانيكا السيارات يقدر انه يتابعكم بقى ويتواصل معاكم، وتبقى فرصه جميله يعني انه توفروها. طبعا اكيد ان شاء الله باذن الله. انا يعني بشكرك جدا جدا على وجودك معايا استاذ رامي شراره، شريك مؤسس في كار فيزيتا، نورتنا وكل التوفيق ليكوا، وان شاء الله نبقى معاكوا دايما كده في كل نجاح وكل حاجه جديده انتوا بتعملوها. شكرا يا استاذ رامي، ميرسي جدا. رد جرب برضه خدمتنا بقى الاذاعه كلها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك جدا على وجودك. شكرا، مع الف سلامه.